Haber TV. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش كبرات رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأنا هي خدي أم جهشتن أي ببش كشكرنا خلاك كاديش برنامج ما غازي أمي فيش خديت كن إجباني بلند كو أو برسوا غازيت خبر رسقم بكتن كو ام جوابا يبدين جوابك او برازي وفايده ما بك الدنيا واخرته. دا رب العالمين قران دا قالك بحث فان اياته كري، يعني يا ايها الذين امنوا غازيت كتيا ابيت با خدان ابيت هين خدان ايمان ابي شولي بكن ابي نكن اذ ايات افرو كدا سوره ال عمران ايات صد الدوي رب العالمين غازي ماتكت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بشتيا أوت وإيمان من إيناي يا أيها الذين آمنوا، يعني غازي خدان إيمانات كتن أوت وعهد صوصد بو خدي داين. يا ربي ما بارب تهيا هن أفن وهوغوتي، يا ربي ما بارب تهيا، يا ربي الركاتي الراستا، يا ربي أمدقه خدين تا، يا ربي ام قرآن كسيد تري ام السر كاتبين ام دي سر قرآن تابين بريفاتشين ام دي كين برنامه وبوجيانا خوا ام دي ديف بيغمبري تابين، يعني يا اوت واف عهد وصوصا بو خدي داين بشتش خدي بترسن. اتقوا الله خبارزن اش غزبا خدي، خبارزن اش خدي، يعني خبارزن اش قلناها كو رب العالمين يعني كربش ونهل جرتن ورب العالمين غزب الوناكت. خبارزن شندي حق تقاته، يعني حقية حق تقوى بديه كتقوى شيا رب العالمين شواش مدفيتن. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، نمر إلا هن بصرمان إلا هن خدان إيمان هن تسليمي قوتنا خدي أبا يا رب العالمين غازي مدكتن ام انسان التقوى بين تقواي چتشتا تقواي خپارستنه. امام عمر خود جرازي بتن پسيارش ابي بن كعب كر قلت يا ابي تقوى چتشتا، قلت يا امير المؤمنين ما چجتو نشو اناف زاويه كدا يا ستري، قلت بلي، قلت وكت چه اناف زاويه دا چت كر، قلت من جلكت خو هل دانو گرجت كرن دا ستري نمين مفا دا اس استري بن پارستني. قلت التقوى ها أفيا تخبار زي إش قلناها تشتش همية تازاتر الدف إنساني تقوية إكر ويخوش قلناها بارست رب العالمين خزينة عرض عصمانة دي بوفاكت، ورب العالمين دي خشية الدنيا وآخرة برسقي ويكت، ورب العالمين دي بارزة الدنيا وآخرة دا إش همينة خشية، يعني فيقية الدنيا هندي خشية كيا دي بوويت وهندينا خوشك هيا دي جيت باراستني وهندي سركتنا كيا دي بسركافتن وهندي قدر قيمتك مظن دف رب العالمين هيا دي بو الدينان دني. إذن تقوى رب العالمين أمر متكت أم تقوى خدي بكين أم قهدارياوي بكين أم يعني عبادتي وي بكين أم شكراوي بكين أم يعني دائما بين بيراخا إش بيرا ما نشت أفا تقوى ياخد هار البيرا مروفي بتن رب العالمين أمره بصرمانة يتب تقوى
قرآن دا سيصد جهة قرآن دا بحث التقوى هاتي كرني أمري بصرمانات كت بشتي قهدارية خد بكين سيصد جهة قرآن دا بحث التقوى هاتي كرني. إذن تقوى رب العالمين تشتكي قلك مظنة كو قرآن بهنارتي ونا آياتك ونا الدوا ونا السيا ونا الصدا ونا دو الصدا بترس سيصد آياتا بحث التقوى هاتي كرني. يعني خش قلناها بارزن چونك أساسا دي جيانة تأت باراستن شمينة خشي هكتو يتقوى بي أساسا دي خشي الدنيا همي بوتئين هكتو يتقوى بي أساسا تدي خشي بدنيا بيني تديش يعني نخشي تأثير التناكن نجبر هندي رب العالمين هند أمر ما بيكري تقوى رب العالمين كمروف إنسانكي إشخده طرز بد خش حدود رب العالمين بدت باش نسنتك يا والله باشا كرام بكين ن وانما فرض واجب ينكت لتوش غضب رب العالمين بت بوشي فرض واجب چنكل فيري تقوى رب العالمين دي تش نخش الدنيا هم يا بارزت عملت ادمينت بيش نابتن والاخره جبر دوامي دي بتخير وقنجيت وتدش عذاب رب العالمين يا أبدي دي خلاص به رب العالمين قازي متك القرآن دا يا أيها الناس قازي عالمي هميت كتن يا ربي تشش مدفتن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا قالي إنسانا قازي إنسانا هميت كتن نبي صرمان التني بشتن عبدين يا خدي بكن أو خديهين خلقيات كرينين شاكرين بوشي يا ربي عبدين يتابكين جبر في علتي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم هن شاكرين وأود بري وجه شاكري بوشي لعلكم تتقون داهين بمش مروفت متقي رب العالمين الرجل سر ما فرس كري شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وكان بحسي الرجي هاتي كرني جبر چی همی جبر هندیا بشتداهین مروف التقوى شهر يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ده تقوى يلدف وبيدابد هكذا تقوى يلدف ما بيدابي دي همی تشتب دست ما هئيتن همی تشتب دست ما كافتن أف علمائت ما أف زنايت يت أف ديناء وأف دنيا همی تربيت كري وقانين ونظام نشادين همی مروف التقوى بين مروفش خود بطرز بين قلع عبادات تكر خوش حرام الدام باش رب العالمين درجهت يتعلمي بو فكرا عالمك بحثي خود كتن بشتن أس من صد هزار حديثة بيغمبري جبرن جبر كرنا وان دف من هند بصانهية كاتشوا أس قل هو الله تخينم قل هو الله چند صانهية لدف من صد هزار حديثة بيغمبري مجبرن وكي قل هو الله إمام بخاري خود جرازي بتن تقوى ياوي الوي درجة بي حتى الشيعة بيشتن مليون حديثة بيغمبري كوم كرن حتى 5000 حديثة بما إينا اندري كري صحيحة بخاري دا قلت من مليون حديث كوم كرن وفان علماء ما يعني همي أساسي شيء أساسي تقوى يا هر برا خب دي كو أو خايش مالك متقي دركتين وأفعل مؤفزانين يا رب العالمين برسقي كر بوشي تقوى يا رب العالمين بكين تشكو يا رب العالمين عرض عصمان يدستيدا إنسان لازم خش غزب خود بارزت دا رب العالمين درجهت خيرا خبو فاكتن رب العالمين همي تشتد خلقيات كرين كسب دست چو تشتب دستي كسينينا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير رب العالمين همي تشتد خلقيات كرين وهو همي تشتاجي اتشيت يعني هميش شولا بكتن هميش شولا اتشيت بكتن اذا رب العالمين اختي بيشت ما خدي هميتش تدخل قيات كيرين وخدي تشيت هميش شولا بكت معناه يا انسان خو هاو جاي في خدي بك حاجه كيرنا في خدي بدس خو بيخا تشكوي اف كون هميه داي قوته ويقالك مظنه دي تا بارزتش همينه خوشيا ودي الشيانه مظن دي بدس تايختن كنتو خشيت الدنيا يجب دس خو بيخي شو الهميد جارك دي زفرن برب العالمين جبر هندي رب العالمين بيشتي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
خما يعني غرور نكن خو بمنت نكا تجارة كذي زفر دف رب العالمين ورب العالمين هر شولة كيفية دي بشتي كن فيكون دي شبت قلت آجر إبراهيم بيغمبر صلافت خد السربن قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم آجر طازي قلت بطازة وسلامت بسر إبراهيم آجر طازي قلت بحر شقب بابو موسى بحر شقبي وفيجا هر تشتكي يعني معجزات بيغمبر صلافت خد السربن رب العالمين هم تشد دستي دا رب العالمين بوشت بجمة تقوى خدبكن تشكو أم ملكي وينا أم الدستي ويدا دي ما ساخكت دي ما مرينت ما رزيلكت ما عزيزكت أبا هم الدستي ويدا خشي نخشي تدي بي دانو ستاندني فقير وزنجيناتي يد الله فوق أيديهم خدي السر هم ميتشتي هم ميتشت ملكي ويا ورب العالمين وكي داخوزك شمتكت ما بما بكتن إلا بري هنجي رب العالمين يا همي تشد بما حاضر كرين إذن ذي قوة هند مظن يا رب العالمين أم يعني بدس خبيخين بشتا مبتن نلسر مبتن هاري كاربت نبو ما مشكلة تشيكت شكو رب العالمين شيت بصانة هي الدفي هر تشتكي هابتن رب العالمين يمظنة يبقوته بل جل في قوته وفي مظنه رب العالمين يبرحمه رب العالمين يمرده رب العالمين حش عبد خدكت رب العالمين يعني أهل التقوى وأهل المغفرة رب العالمين يهوصنا إنسان وصانينا إنسان هكر قوي برحمة جدلي درت كبت إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى بس رب العالمين يا قوية الجل قوة تاوي رحمة ومصر شامي تشتي رحمتي وسعت كل شيء حديث بيغمبري صلاة خذ السر مش رحمة من يد برغزة بالراكري إذن وكي أم رب العالمين أمر متكتن بشتن تقوابا دا في قوة هند مظن في رحمة هند مظن في دلوفاني هند مظن هم دس خبيخن يا رب العالمين أم دي شوى تقوابين تقوائي لازم أم خدي ناز بكين أم شيانة ناز بكين ورب العالم بيشتكر هن خدي نابينن بس بره خب دوي كاتشت كتن عرض عسمانا دا إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون رب العالم بيشتكرنا عرض عسمانا والشاف نوكي الروجية والروش نوكي الشافية وعرض عسمان شكرنا ونوك إيكا بيشتن أفهمي علامة دليل سرشي بقومك خدي بطرصة لقوم يتقون إذا رب العالمين بجلك الريكا نشمدة تقواب بريكا بيغمبالي تخوى الصلاة تخوى السرب بريكا وحي قرآن بمهنورتي مروفت باش كرب العالمين شداي ومروفت خراب كرب العالمين شلكر حديثة بيغمبالي الصلاة تخوى السرب أما بيد تقوابين هكي رمزان نشامدة تقوائي تشيه وكي بيغمبري بن نشامدة بان كل ديرت في ديني دعاة في الدعوة عالمت كن بوريكا خده أم بري خب دين حياتا وان سيرتا وان بخين أو تشوش خده ترسان ورب العالمين أفكر ما بدستي يعني برسقي وانكر رب العالمين ما تعلمين التربية ما مباشر حالات نفسي قل جسر منو في داتين مصيبتك كيدت خشيه كيدت طنقافيه كيدت أفهمي كيا أفهمي إبزانا رب العالمين إن شتدت أفهمي رسالنا همين كاغزن رب العالمين يبوتت هنرت يا إنسان الخب زفرة ورا سريك راست هكا رب العالمين أفن الشمنة دابن أم دا غازن داكين يا ربي بلاتا بان من أفخلتي يكير بس من الزاني دي بلاتا ريك نشمة دابا تهندم رف إنابان بيغمبر تب مهنار تبان وكي رب العالمين يشتن ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم مش هكي هر جاركي مصيبتك ونخوشك هكي رهات بساري وانا قلنا هكير با فيقولون هكير ما بيغمبر نهنار تبان وما ري نشمة دابا وما يعني ريكا يا راستو ومباشر وبداعية وبيغمبرة وحديثة وانا وحي رب العالمين هكذا نبا طبعا رب العالم بيشتهي فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين
بجن يا ربي تبو شي بما بيغمبرنا تنارتن ودا عمل السريكة وان بيغمبرا تشوباينا ودا ام بانا شمرو فيت خدان ايمان رب العالمين في الهمية تنرد دا شبكين دا تقوية نشام ابدتن هكرم بين سحكين اسباب التقوية ودي شوى تقوى بسبب التقوية شنا شكو هر تشكي سبب خوية هاي ايك شونا رب العالمين بجت ما دراوينك راستي بيجن دراوينك راستي بيجن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب العالمين بشتدراوينك والراستي بيجا الراستي دي تجهينة الرازبين رب العالمين وقولوا قولا سديدا أخفتنك الراس بيجن يصلح لكم أعمالكم خذ دي الشولة وهم يابو وشيكتن هذا الشولة كي يعني يه ي زحمت بتن دي تب وتب هي اختن اذا رب العالمين وبشتهن قتن ده ايات تري يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبب تقوى ما قلت ايك شونا روف دراوي نكت روف راستي بيجتن سبب دي تري مروف الهندم جل هندم مروف صالح بت يتصادق بتن اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اش خذي بترسن والجل مروف الرازبن قال مروفت رازبن إذن هفاليني الراستا جنجها كمروفتي دا يا باقجة هفالت مروفت باقجا خدان إيمانا سقاكي إيماني مروفتي دا تربيتك إيماني مالك خدان إيمان هفالت مروفيش خده بترسن أفهمي دي بري مروفتين تقوائي تشتش هميا خطر ترد حياة إنساني دا اتجه كي دابت أوجه شوابت أوجه أوبتن بدجي إيماني بت دي شوى قتينتن إما فت إيمان بقرتن ودجمنا هي فانتشتا همية بكت أن إيمان خبردتن وشكل بكتن جل فانتشتا دي تري همية إذن هفاليني قلك يا تأثيرك مظنة بدفية إنسان بسرمان شوابتن هفاليني باشي بكت چنكي بجن الصاحب صاحب هفالي مروفي وكي مروفي تكيشت هفالي تي باش بتي تكيشت باشية هفالي تي خراب بتي تكيشت خرابية هكذا مروف تيكليا تاجر اكيرو دبر خاطي بحث بارات كنو ابدي مروف حس كتو لا مروف تاجر بت هكذا تو تيكليا مروف گنهكار بكي دي بحث گنه تخا كن سر دات شو يتخا كا چوا گنه هات كت انسان دي كوت تناف گنه هادا و يوجي و كن علم مروف جل مروف صالح بدي بحث باشي و قنجي و ترصانش خدي و ابا حلال و ابا حرام و عمل صالح الجل مروفي مروف جدي عالم تل جلوانا دي وشو ليكتن اذا رب العالمين غازمت كتن وابتغوا اليه الوسيله خب جهين رب العالمين يمي شو خب جهينني أم دي خب جهينني بفن ركا فيت رب العالمين نشمدة دائم من مروف التقوى هكذا لم سحكين تقوى أم نبيج ولا تشتكي خشة وبصانة هي تقوى خش قلناها بدي باش هو جاية تصبر كيسر قلناها بكيشي هو قلناها نكي ركا بحشت رأي خستية بستريا ركا بحشت يا جهنمي رأي خستية قل الرحانة وبهم خشية في غمرة حديث سيد بيت صلاة خد السربن مشت ألا إن طريق الآخرة حزن بربوة وإن عمل النار سهل بشهوة مشت ريكا بحشت ريكا أخرت يا رأي خستية حزن نخوشة بلنداهية تدي بسركة في زحمة تعبة تدي زحمة بدي برخة ويا جهنمي شوانا سهل بشهوة يا بصانة هي وكي عدشتك الراستة شهوات وخشية الدنيا أو تشتي إنسان حاجة كتن إذا صبر السرنا خشية أفد بالتقوى چونكي صبر نيفا إيمانية إنسان دي بتمروفي تقوى حكي رخوا إش دنياي مال الدنياي شهوات الدنياي يتحرام خوش بدت باش صبر بيت فيتن حتى خوش فان تشتاد باش چونكي دنياي وشهواتي تو خرابياوي جهريات نافدا يبخو دي بيمرتن بيت إنسان صبري بكيشتن دا بتش مروفي متقي إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين رب العالمين بيشتن أوكسي تقوى تقوى خذي بكت يعني شخذي بترستن وصبري بكيشتن نسر نكرنا قلناها مش رب العالمين دي شريكت رب العالمين أجريوي إجبير ناكتن لا يضيع أجر المحسنين دي بهاكي مظندتي رب العالمين أمري ماتكتن سر تقوية هندي أمبشين قالك مروف دي بيشت والله من أفش ولا كير بس با يعني من نشيا
نشيان حتى حدود الدماهيكي بحسي إمام أحمد كان وكي يعني السجنة يا 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 ظالم هذا قلتي بي رجا خطبة ويا تعذيب داي قلتي أزيت شم نفيجا خطبة سر مفارزة إش درجهي وانا جارة كادي دابر تعذيبي وحتى جهان دي جهوي جارة دويجي شو جارة سيجي جارة شاريجي حتى او حرس البردرجهي قلت يا امام هر جارة كي تت ايشين انقلك تبوشنا يعني تبوش يدلي ما بيفا انا قلت يا رب العالمين قران داد بيت فاتقوا الله ما استطعتم هندي وبشت هندي هم بشن هندي خبارزن هندي تقوى يكن من حتى في جار سي جارة مشية من تعذيب بدن اشفير بيفا ايدي نشم من بردرجهي جفي زيدة تردر نكت رخب دي افايا افايا تقوى افايا ايمان هندي مروي بيتشيت بتن نها ما تشككي بسيط كتت حالة دا والله باس إذا جل زحمته ونخوشة نا لازم إنسان تقوى تقوى خدي بكت فاتقوا الله ما استطعتم وكي بينغاوة كي مربو رب العالمين يتهافجة يتقوى رب العالمين بهاي خير هم يدة مروفي نما كي إنسان يألها تشولي خا خلاصك تنساخ بي بجي والله با نشي شولي ما بكت تنساخ بي اما رب العالمين هر بينغاوة كتو بافجي هر وكي تجهان دي دماهيكي ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أو كسي تقوى خدي بكت رب العالمين رأسا يكفر عنه سيئاته دي هديت مظندته كنا هيتو هم يا غفرينتن ودي خيرتو مظنكت أما بشر لازم تبقى هنا دماهيك أم دي بحثي هندك فايدة تقوائك إيكش فايدة تقوى رب العالمين شل مروفيت كتشولت مروفي بمروفي صانه إخت فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى يعني أو كسيش خد بطرسة دي رب العالمين شولت بصانه إخت رب العالمين دي شولت وما يتق الله يجعل له من أمره يسرى شولت أمر نقول في شولي أني مالي أني شولت هم يبصانه إخت أو كسيش خد بطرسة وقت جنبينة إيكا خدان إيمان أن كتشي بكتب إيكي يخدان إيمان دي رب العالمين جيانك صالح دتي جيانك باش دتي عيالك صالح دتي سمعتك باش دي هبتن جيانك خوش دي بورينن دشتنقافيا دركفن ومن يتق الله يجعل له من أمره يجعل له مخرجا مش ننجحي لك هدف عالمك قلت يا إمام أسمروكي جحيلم وأزي فقيرم ومتشتش نينا ومتفت أجنبينم أسشبكم إناوي عالمي قلت تقوى خذبك إش خذب ترسى دي رب العالمين ركب تفكت إنا قلت أزي شد بجمتا أزي فقير من بارانين نا يعني خبي خدانكم نا جنيبي بينم نا مالي خاني بي آفاكم يعني أسنشم تود بجمن تقوى خذبك قلت يعني أوي جحيلي وكي يعني بوي قال أنا خاش بيها في آخفتنا بشتهين يعني أوي جحيل وقت الشوير شو هزرت خاكرن أبا عالمة أبي يعني بو خدية كذا والله دا قوي خبدمي مش أوجا حيل البر محل إيك شولت كر قلت يا في قلتي والله أزت تقوى خديك من ذي محل ده وفي شولت كر نهدا زيت شو سر شول أخا شول أخا بإخلاصت كر خلكك تعاملك تازل جلت كر لبي وبالي بي وأفمر وفا وصى بي أف محلها هر وكيوي خداني محلي هزريت خطي ذاكر وبري خطاوي أفا مروفاكي دلساخة ومروفاكي شول كرة ومروفاكي يعني قلكي باشا إنا خدان رابي خداني محلي رابي بوخان يك شكرش دفخة وكيشك هبي قلقة تازو ويقلقة بأخلاق وباجبي قوتي تمروكي هجيه أزدي كيشا خادمته كيشا خادهي وخان يجيبو شكر وأوي مروكيش نيكا زاني ومالجي طبعا كدستي شو دفي عالمي قوتي قصيريا من عفكة وكي من أخفتناتا إشكان دي والله من تقوى خديكر رب العالمين حالي من خشكر خاني بدست مكات من جنئنا همي بوي تقوية أو تنشامتهي إذا تقوى رب العالمين يعني دي الركب إنساني يعني بهي داكت الركب صانهي تقوى رب العالمين هركسك التقوى تشت تشتي دابك رب العالمين دي بارز تشخرب ياوي تشتي هكر إنسان تر تقوى خدبكش خدب ترصد عيالي خو تربيت بكت رب العالمين دي بارز تش نخشي عيالي تقوى رب العالمين دي والمروفي كت خشي الدنيا يجبو مروفي إن يتأخرت جل قلبت رب العالمين بشتي أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا قال خدان إيمانا تقوى خديبكن وآمنوا برسوله إيمان بيغمبري بمن يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به بشت رب العالمين دي
دو تشتا دتوا كفالات الدنيا واخرته الرحمة دنيا واخرته دي بوابتن ورب العالمين دي رونا هي كده ترجع قيامته تسر بالربا بشي ورب العالمين اشتوى لمن خاف مقام ربه جنتان او كسش خذي بترصد رب العالمين دي دو 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 بحشتا دتري تقوى رب العالمين مصطرين جه رب العالمين مروف دينتي شت جه شويت قيمة ترنين وكي إنسان إش خذ بترصد رب العالمين شت بيجتن إن أكرمكم عند الله أتقاكم يشوى هم يبقدر قيمة ترن دف رب العالمين أو يتقوى بتن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه پیغمبری گوت خاله خواه سعدی گوت یا سعد لا یغرنک هشیار با غرور نه به عالم بشت اف خاله پیغمبر خدایه گوتی بجا يعني لازم تو عمل صالح بكي بخابكي وتنش تقوى دارا بأس فايدة تناكم پیغمبری گوتی کچا خوا فاطمه یا فاطمه بخشولت باشو خير بكنا بجا اس کچا پیغمبر خدایه اس رجا قیامت فايدة تناكم امام شافعی خدایه راضی بد بما بيتك شعرت بجتن لعمرك ما الانسان الا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب لقد رفع الاسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب ابا لهب بشتن السن دتخم برب العالمين انسان قيمته وينينه الا بتقواي فجاء خنه لا في بيان سباخا لعمرك ما الانسان الا بدينه انسان بقدر بقيمته بدينه خا فلا تترك التقوى اتكالا على النسب تقوى نهي لا في هند بجاس كوري فلان شيخي وفلان ملاي فلان بنا مالما ونسبه ميا باشا بري خبد سلمان فارسي نه عربی فارس بی چون کی تقوا خودت که رب العالمینی چند پیش اخست و ابو لهب مامی پیغمبری و یه خدا نسب و حسب شرک چلی کر فلا تترک التقوى اتکالا على النسب لقد رفع الاسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب ابا لهب ابو لهب شرک پیش کر و ابو يعني سلمان الفارسي بلند بی پیغمبری گوت سلمان من اهل البيت اذا تقوى رب العالمینی دي علم الدف مرو في بيداكت واتقوا الله ويعلمكم الله تقوى رب العالمين دي بيشت رب العالمين باستهرة همه ومن يتق الله فهو حسبه هكذا تقوى خدبك خدد الشول التكت تقوى رب العالمين دي عمل تقبلكت إنما يتقبل الله من المتقين خدش كي قبلكت انش تقوى دارا مش عالمك هر دعاتي قلت يا ربي بس تدر ركعتت نفيشش مقابل بك يا ربي بس دور ركعتها اینو هندکا گوتی تو بوش بحثی در رکعتا دیه گوتی ما نهای که خودش مقابل کرد معنوی اش مروفی تقوی ما اگه دعاوی بی تقوی رب العالمینی دی عیالت پارزتن وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يعني بش اويش عيالي خب ترستن اويش عيالي خب ترستن بلا تقوى خذيب كت رب العالمين ديوان بارزت تقوى رب العالمين دي ما بارزش آقير جهنمي وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية نين إيك إلا هدي السر براس صراط الراشد ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية مروف التقوى دار دي خلاص بن رب العالمين دي بحشت دي تا إن المتقين في جنات ونهر رب العالمين دي الجل مروفي بت إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون رب العالمين دي سميان مروفي بت الله ولي الذين آمنوا أمي فيش رب العالمين كيش باني ويبلد أو تقوى برزق مبكتن خير الدنيا وآخرة برزق مبكت خشية الدنيا وآخرة برزق مبكت ما بارزتن مش مصيبة ونخشية الدنيا وآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والكتاب الذي نزل على رسوله